واسلك طريق الخير فالهدوء لديك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن، فيها من الأدب ما فيها من الأخلاق، خصوصا أخلاق طالب العلم مع معلمه، التلميذ مع شيخه. موسى عليه السلام كان في التيه، التيه الذي ضربه الله عز وجل وحكم به على بني إسرائيل في صحراء سيناء. كانوا 40 سنة يتيهون في الأرض، لا يعرفون مخلصا ولا مخرجا لهم. يوم من الأيام سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام: من أعلم الناس في الأرض؟ قال: أنا، هو نبي الله عز وجل الذي تعلم بوحي من الله تعالى. فأخبره الله عز وجل أن هناك عبدا لي على علم يعلمه لم أعلمك إياه. تعجب موسى، في واحد يعلم أكثر مني؟ عنده أشياء يعرفها هذا الرجل موسى عليه السلام لا يعرفها، وموسى طبعا عنده علم أيضا لا يعرفه ذلك الرجل. وانظروا إلى موسى عليه السلام، ما قال: هذا أقل مني درجة ومرتبة، لا أذهب إليه، بل سافر وشد الرحال إلى هذا الرجل يبحث عنه. أخذ معه من؟ فتاح يوشع بن نون الذي سيكون نبيا بعده، أخذه معه وسافر معه يبحثان عن هذا الرجل الذي عنده علم لا يعرفه موسى. في الطريق نام موسى عليه السلام مع هذا الفتى، تعب ونام، وكان هذا الفتى يحمل مكتل مثل الكيس، مثل يعني الحقيبة، وهذا المكتل كان فيه سمكة، حوت يعني سمكة، وكانت هذه السمكة للأكل، وعلامة وجود هذا الرجل أن تفقد هذه السمكة، إذا فقدت ففي هذا المكان سوف تجد يا موسى هذا الرجل الذي هو صاحب العلم. مشى موسى عليه السلام وسافر مع فتاه حتى وصل إلى مكان يوشع بن نون. شاف يوم من الأيام هذا المكتل، وإذا السمكة فيه تهتز، سمكة ميتة لكنها اهتزت. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ السمكة خرجت من المكتل، والسمكة بدأت تهتز وتهتز وتهتز حتى دخلت في البحر، مجمع البحرين، ملتقى مجرى بحرين. وإذا بيوشع بن نون ما تكلم، نسي، نام. بعدما مشى موسى عليه السلام مع هذا الفتى، قال له موسى: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا في السفر. فإذا بيوشع يتذكر، الفتى تذكر، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لما نمنا عند الصخرة، فإني نسيت الحوت، نسيت أقول لك إيش صار بالسمك، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. وإذا بموسى عليه السلام يسأله: ما الذي حدث للسمكة؟ قال: واتخذ سبيله في البحر سربا أو عجبا. في آية قال سربا، في الآية الثانية قال عجبا، يعني شيء عجيب الذي حصل. قال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغ، هذا اللي كنا نريده، فارتد على آثارهم. خلنا نرجع. رجع موسى عليه السلام والفتى إلى المكان الذي نام فيه، فإذا برجل نائم مستلقٍ على الأرض. جاء إليه موسى عليه السلام فسلم عليه، قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. فقال له موسى: وأنت؟ قال: أنا الخضر، أيضا نبي من أنبياء الله عز وجل، وهذا هو الراجح والله أعلم أنه نبي أيضا. وإذا بموسى يتعرف عليه، قال له موسى، الآن موسى أعلى درجة من الخضر، موسى من أولو العزم من الرسل، ولكن موسى يريد أن يتعلم. شوف الأدب، أدب الطالب مع معلمه، مع أن موسى أفضل منه. قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، وكل الأمر لله، ما جزم، قال: إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أدب من موسى عليه السلام مع معلمه. فانطلق، مشى موسى عليه السلام مع هذا الرجل في رحلة. وصل إلى البحر، سفينة، عرفوا السفينة الخضر، فأركبوا الخضر مع موسى عليه السلام إلى هذه السفينة. ركب موسى مع الخضر وموسى يراقبه ماذا يفعل، فإذا بطير في السفينة يشرب شيئا من الماء من البحر أو من النهر. فقال الخضر لموسى، قال: يا موسى، أرأيت هذا الماء الذي شربه ذلك الطير؟ قال: نعم. قال: علمي
وعلمك ما شربه هذا الطير بالنسبة لهذا البحر كله. يعني علمي وعلمك لا شيء من العلم الحقيقي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا الناس أخذوا الخضر وموسى تكرما بلا أجرة، لأن الخضر معروف عندهم أنه رجل صالح. وإذا بالخضر استغفل الناس وأخذ يكسر في السفينة، يخرق السفينة، يخرق السفينة ويكسر الخشب الذي في السفينة. قال له موسى، قال يعني لما تفعل هذا؟ فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، تفعل شيء منكر، لما تفعل هذا الفعل؟ فرد عليه الخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، مو قلت لك ما راح تصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. نسيت موسى عليه السلام لا يرضى بالمنكر، إذا رأى منكر لابد أن يتكلم، ومع هذا نسي وعده بينه وبين الخضر. فانطلق وهم في الطريق وجد الخضر غلام يلعب مع الأطفال، فاستغفله الخضر، أخذ الطفل وذبحه قتله. قال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية طاهرة بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، شيء عظيم الذي فعلته. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ موسى عليه السلام قال إن سألتك بعدها عن شيء فلا تصاحبني، لا تصاحبني، خلاص هذه آخر مرة، قد بلغت من لدني عذرا. وصل الخضر مع موسى إلى بلد وفيها جدار، طبعا طلبوا منهم الطعام ما عطوهم، الضيافة ما رضوا، قوم لئام. فوجد الخضر فيها جدار يبي يسقط، فإذا بالخضر يقوم ويبني الجدار ويمشي حتى ما طلب منهم أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليهم أجرا. قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، خلاص ما في صحبة بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى لو صبر لنبأنا من أخباره، يعني شفنا أخبار أعظم من هذه يمكن. قال أما السفينة فكانت لمساكين، ليش نقول حق الناس بعض الناس لا تستعجل، قد يعني تظن الشيء شر ويكون خيرا. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني هذا الملك إذا شاف سفينة أعجبته اغتصب غصب هذه السفينة وأخذها ظلما وغصبا، فأنا أردت أن أجعل فيها عيب حتى إذا شافها الملك ما يأخذها يتركها خيرا لهم. وأما الغلام الذي ذبحته الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طفل إذا مات يدخل الجنة، لكن لو كبر على الكفر وعلى الشرك لآذى نفسه وآذى أمه وأباه، إذا خير له وخير لأبويه. طيب الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، يعني الأب الذي دفن الكنز تحت الجدار أراد أن يكبر لكنهما ما كبرا وأراد الجدار أن يسقط، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه قصة من؟ موسى عليه السلام مع الخضر، والراجح والله أعلم أن الخضر نبي من الأنبياء، ولكن انظروا لأدب موسى عليه السلام مع هذا الرجل. من أعلى منزله؟ موسى عليه السلام منزلته أعلى من الخضر، ولكن مع هذا موسى عليه السلام كان مطيعا، كان يسمع وكان يتعلم. ولو صبر موسى عليه السلام لأتاه من الخبر الشيء العجيب. انظروا للطفل ماذا ما قال، فأراد ربك يعني أن يبدلهما، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما في الجدار لما كان العمل خير وبناء الجدار، في الذبح نسب الأمر لنفسه الخضر، أما في بناء الجدار نسب الأمر لله عز وجل، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وانظروا لسياق الآيات ولترتيبها ولجمالها، الله عز وجل يعرض هذه القصة ليبين أن مهما بلغ الإنسان من علم، وما أوتيتم من العلم
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقولون هذا الخضر، بعض الناس يظن أن هذا الرجل إلى اليوم حي، وهذا غير صحيح. لو كان حيا لاتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، لو كان حيا لجاهد معه. بعض الناس يقول حي ولا زال يلتقي ببعض الصالحين ويعلمهم بعض العلوم، هذا كله كذب وزور. ولهذا الله جل وعلا يقول عن النبي: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء يموت وهذا يعيش خالدا؟ هذا لا يمكن. أفإن مت فهم الخالدون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما: ما على الأرض على رأس 100 من اليوم يبقى أحد حي. يعني من الناس الأحياء اليوم العايشين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لن يعيش أحد بعد 100 عام، كلكم سوف تموتون. وهذا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. بعض الناس يظن أن الخضر لا زال حيا ولا زال يأتي إلى بعض الناس ويعلمهم بعض العلوم، وهذه كلها خرافات وكلها بدع وخزعبلات. هذا رجل صالح أو قد يكون نبيا من الأنبياء، التقى بموسى عليه السلام، حاله كغيره من الأنبياء، ثم توفي وليس هناك أي دليل على أنه بقي، بل الأدلة تعارض هذا. قصة فيها من الأدب وفيها من الأخلاق أكثر من هذا، لكن حسبنا الإشارة إلى هذه القصة التي نقرأها كثيرا خاصة يوم الجمعة. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة في الدار قم واسعوا